الاخبار بتاعتنا بقى الثانيه، الاخبار المحليه، في النهارده يعني كان في تصريح غريب شويه انا جبته لحضرتك، الاستاذ حسن عمار عضو مجلس اداره النادي المصري بيتكلم، بيقول معين الشعباني لعيب مدرب كبير وبنحترمه ومفيش اي ازمه وبنراعي كويس جدا كره القدم، عارفين ان فيها مكسب وخساره ونتمنى له التوفيق في مشواره التدريبي. قال احنا ما تهربناش من مستحقاته، احنا تواصلنا معاه لانهاء الامور بشكل ودي وفي انتظار وصوله اليوم الحد، تمام كده؟ طيب لما اتقال له هو انتوا ليه على الصفحه الرسميه انتوا نزلتوا صور مع حسام ابراهيم، ليه ما اعلنتوش لحد دلوقتي ان انتوا وقعتوا مع حسام ابراهيم حسن بشكل رسمي مع انهم هم في المعسكر ماسكين الفريق؟ قال كل الامور ماشيه في المسار الصحيح لكننا في نفس الوقت ما ينفعش نعلن مستجدات تخص الجهاز الفني الجديد قبل ما ننهي مع المدير الفني القديم اللي هو معين الشعباني، لان احنا بنحترم عقدنا معاه عشان الشروط الجزائيه والكلام ده. ايوه بالظبط كده، بالظبط كده. وقال لهم ما تقلقوش على الفريق، كابتن حسام حسن عامل معسكر محترم وماشي بطريقه كويسه جدا مع اللعيبه، ونتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله المصري يبقى احسن من الوضع الحالي دلوقتي. تمام. كمان والد محمد النني طلع اتكلم بعد ما الكابتن ايهاب جلال فجر حكايه اصابته وان هو عنده كدمه في الرجل، فقال يعني والده محمد النني قال محمد جات له الاصابه كدمه بسيطه واجهاد بعد 5 مباريات متتاليه في الدوري وبقى له فتره ما بيلعبش، لكن هو مش هيسيب المعسكر ومكمل، وهو قال لي الكلام ده. لكن برضو انا مش عاجبني الحته دي يا استاذ عبد الناصر، ان المنتخب كلامه يطلع عن طريق يعني بره، يعني في متحدث رسمي وفي ناس بتتكلم على اتحاد الكوره، فما ينفعش احنا نطلع حاجات زي دي، ولو ان انا شايف انها يعني ما كانش ينفع تتقال لا هو مكمل او مش مكمل، المفروض دي تبقى عن طريق الجهاز الفني للمنتخب او اي حد في المنتخب المصري. رحت فين يا فاروق؟ معاك يا استاذ عبد الناصر، سامعني؟ تمام تمام. كمان في احمد ياسر رمضان بقى بنقول له الف مبروك امبارح السبت، عقد قران وصور كانت نازله، اتجوز بقى رسمي ودخل العيشة الزوجية، فبنقول له ألف ألف مبروك له هو كابتن ياسر ريان، وربنا يكرمه يا رب، هي اللاعبة علياء الزنوك لعيبة وادي دجلة، فبنقول له ألف مبروك ربنا يوفقك يا أحمد، وإن شاء الله تبقى وشها سعد عليك، وإن شاء الله بقى نشوفك السنة الجاية في النادي الأهلي متعلق بأمر الله تعالى، وربنا يكرمك في حياتك اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله. كمان في الاتحاد المغربي يا أستاذ عبد الناصر اتكلم على استضافة كأس الأمم الأفريقية 2027، موقع إي سبورت المغربي قال الكلام طلع الفتره اللي فاتت ان المغرب هتنظم، تمام كده؟ قال احنا لغايه دلوقتي المغرب ما قدمتش اي استضافه لكاس الامم الافريقيه 2027، وان الكلام ده بيتقال بس كده عشان يحاولوا يقولوا ان المغرب مسيطره على الكاف ومسيطره على البتاع، فانا كنت بس عايز اقول له هو الفوز الاقجع اللي قال مش احنا اللي قلنا ان المغرب بقى لها كلمتنا ومسيطرين على الكاس، هو طالع بيقول لا احنا لسه ما قدمناش ولسه ما رشحناش ولسه ما عملناش اي حاجه، فالكلام ده عالي تماما المصلحه عشان الكلام ده ما يتقالش ان احنا السبب فيه. تمام. الاسماعيلي كان له مران بقى امس الجمعه، الجهاز الاداري انهى الاتفاق على مباراتين وديتين مع الداخليه اللي صعد حديثا للدوري ومع البنك الاهلي، حمزه الجمل عمل مران كان خفيف، اللعيبه جاهزه، بقت في حاله معنويه افضل كتير من الفتره اللي فاتت، مع ان الاسماعيلي في المركز 16 ب 20 نقطه، لكن هو شايف ان الفتره اللي جايه هتبقى افضل ليهم والاستعدادات هتبقى احسن، وهم شايفين كمان ان الفتره اللي جايه والفتره التوقف الدولي هتدي حمزه الجمل فرصه اكتر ان هو يجهز اللعيبه دي. تمام. اروح مع حضرتك بقى للاخبار العالميه اللي تهمنا، محمد صلاح او النهارده ليفربول، جماهير ليفربول ومواقع وبعض الصحف الانجليزيه قالت ان بنسبه كبيره جدا ليفربول محمد صلاح كده كده قاعد الموسم الجاي زي ما هو اعلن، لكن شايفين ان ليفربول هيوصل لاتفاق مع محمد صلاح بعد ما ساديو ماني طلع بتصريح فجر الدنيا في المؤتمر الصحفي قبل مباراتهم النهارده. ساديو ماني مجنون، ده طلع شتم على ليفربول. ايوه ده مجنون والله العظيم، انا اول ما شفت الصحافي قلت انت مجنون يا عم، حد يقول كده؟ بيقول لك 60 70% من جماهير السنغال مش عايزاني في ليفربول، خلاص انا معاهم واعمل اللي هم عايزينه وهمشي. اللي عايز اقول لحضرتك موجة غضب شديده جدا على موقع التواصل الاجتماعي ليفربول، وقال لك مين ده ولازم يمشي وما يخشش النادي تاني، هو مين ده عشان نتكلم على ليفربول، هو نسي نفسه هو كان فين وبقى فين؟ الكلام ده طبعا هو ساديو ماني كان قرب كتير من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان داخل، فهو بقى حب ايه يجيبها بطريقه يطفشوني، يعني انا عايز امشي مشوني مش عايز كلام معايا، فطبعا تصريحات كانت غلط وتصريحات كانت خطيره جدا قلبت الدنيا، وده اللي خلى اسهم محمد صلاح ارتفعت بصوره كبيره جدا،
انه ان شاء الله باذن الله يجدد، وانا اتمنى ان شاء الله باذن الله انه يجدد مع ليفربول، لان محمد صلاح يعني مع ليفربول اعتقد السنه الجايه هيبقى اعلى واقوى كتير جدا 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 كمان يعني. خير ان شاء الله. حضرتك كنت لسه من شويه بتقول ما عادش في منتخبات ضعيفه وقويه، النهارده اتفاجئنا بمنتخب انجلترا بيخسر من قدام المجر في المباراه الجوله الاولى من بطوله دوري الامم الاوروبيه، ويعني المنتخب الانجليزي كان مسيطر لكن منتخب المجر كان اقوى واخطر على المرمى، وما يعني وسجل هدف خطف بالمباراه من ضربة الجزاء، الجمهور الانجليزي غضبان، اللعيبه الانجليز مذهولين لان منتخب المجر ده اصلا ما كانش مرشح انه حتى يتعادل في المباراه، فكانت مفاجاه كبيره جدا جدا ليهم. وزي ما انت حضرتك دايما قلت دلوقتي ما عادش في فرق لا صغير ولا كبير في كره القدم، وكانت مباراه بجد ممتعه جدا وكانت مباراه قويه جدا. هل لديك اي اخبار اخرى؟ لا دي كانت كل الاخبار معانا يا استاذ عبد الناصر. لو عايز اقول لحضرتك نتائج مباريات النهارده و اتفضل سريعا. تمام. دوري الامم الاوروبيه ايطاليا والمانيا تعادلوا 1-1، المجر فازت على انجلترا 1-0، تصفيات كاس الامم الافريقيه الجزائر فازت على اوغندا 2-0، مالي فازت على الكونغو 4-0، الكاميرون اتعادلت على ارضها وسط جمهورها مع كينيا 0-0. تصفيات كاس الامم الافريقيه او دي تم الغائها، مباراه الكاميرون وكينيا تم الغائها وتاجيلها لاسباب امنيه هناك. السنغال فازت على بنين 3-1، موريتانيا للاسف فازت على السودان اول اثنين، يعني السودان واحد زعلان، موريتانيا فازت على السودان 3-0. دي كانت نتائج النهارده. بكره بامر الله عندنا بقى تصفيات كاس الامم مباراه مصر وغينيا الساعه 9 مساء، الساعه 3 في ملاوي واثيوبيا، دول معانا في مجموعتنا. بعد كده في نفس الميعاد الساعه 3 تونس وبوتسوانا، الساعه 6 انجولا ومدغشقر. الدوري الاوروبي في دوري الامم الاوروبيه في تشيك واسبانيا الساعه 9 الا ربع، واخيرا البرتغال وسويسرا الساعه 9 الا ربع كمان ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ فاروق. تحياتي لحضرتك يا استاذ عبد الناصر ولكل الساده المشاهدين من كل انحاء العالم. شكرا.